أسأل من الله تعالى ولأئمة الأطهار وهذا مرقد ابن الكاظم عليه السلام أن يحفظ الإسلام جميعا وشيعة أمير المؤمنين جميعا ويخلصوا من هذا الوباء بحق محمد وآلي محمد وخاصة شيعة جصان الكريمة رحم الله والديكم. نقرأ سورة الفاتحة إلى أموات جميع أهل جصان من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ والسادة ومن أخونا من تشكري وتقديري إلى كافة أهل جصان الذين تبرعوا في هذه الخدمة في شهر رمضان المبارك. نسأل الله أن يوفقهم ويسترهم ويحرسهم من هذا الوباء. ونقرأ سورة الفاتحة إلى أمواتهم جميعا تسبقها الصلاة على محمد وآلي محمد. اللهم صل على محمد وآلي محمد. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. شنو هذا ابو خالد؟ شرر شطيح شرر بطيخ. يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والنازعات نزلا. والعبد حرموش والإشهاب أمير رحم الله والديكم وخالد حجر إسماعيل ما عدا ذرية رحم الله والديكم وقول الفاتحة رحم الله والديكم جميع الثواب رحم الله والديكم يمحقوا الزهور رحم الله والديكم وقول الفاتحة هاي منسية رحم الله والديكم وقول الفاتحة رحم الله والديكم والغالي حنيطان رحم الله والديكم الأستاذ مظاهر بالشفاء رحم الله والديكم هذا عزيز علينا رحم الله والديكم رحم الله والديكم وقول الفاتحة السيد حسنين رحم الله والديكم والسيد علي والسيد حسين بن سيد صاحب والحج حسنين هو ومرته والغالي حنيطان رحم الله والديكم والجاسم الرحيم هو والأمة والعائلة الكريمة وايد بأكملها رحم الله والديكم والصاحب مهدي منصور والمنصور رحم الله والديكم والعائد رحم الله والديكم والانقسامي رحم الله والديكم كل الموتى رحم الله والديكم والمرت هني رحم الله والديكم والهني رحم الله والديكم لأصحاب الثواب ولأصحاب الثواب جميعا رحم الله والديكم بدون استثناء رحم الله والديكم والصاحب عبيد رحم الله والديكم وقر الفاتحة رحم الله والديكم شفاء العاجل للمرضى ان شاء الله والشفاء العاجل للمرضى والله يرفع هذا الوباء بحق الحسين بحق هذا شهر رمضان رحم الله والديكم اللهم امين وقر الفاتحة الحج حسن الحج حسن هو ومرته رحم الله والديكم والصبح شكير رحم الله والديكم هو وامه رحم الله والديكم طالب بحيل الله يرحمه والطالب بحيل رحم الله والديكم والحيدر والصادق رحم الله والديكم طلعنا ننساهم رحم الله والديكم وللجميع ان شاء الله والحمود زهول ام حمود زهول رحم الله والديكم والشهاب امين والحبيب عبد الصاحب والخالد خالد حيدر حبيب رحم الله والديكم هاي ما عدا ذريه منسيه ابو ابويا ها والكريم شنيوي رحم الله والديكم ان شاء الله الفاتحه موصوله لوالدي محمد ابراهيم ان شاء الله للجميع الفاتحه للجميع ان شاء الله ان شاء الله